ده المحتوى الحلقة إن شاء الله يا رب نتمكن بإذن الله دون أن يداهمنا الوقت من مناقشته. تفتكر هنوصل لفلافيو؟ ما بنعديش نص الملعب. عموما نشوف البداية معاكم دايما وأبدا مع مقالي وما قالوا، فرصة لمحاربة الفساد الرياضي. باشمهندس، كما أشرت أنت في البداية في جملتك الاستهلالية المهمة، إنه في هذا التوقيت من المهم التضامن في هذا الاتجاه الوطني والأممي حتى، لأن الحياة دعوة من الأمم المتحدة. شوف، ما فيش شيء على أي مستوى سياسي اجتماعي أدبي اقتصادي وخصوص الرياضي يفسد المتعة ويشعر الإنسان بالظلم وعدم العدالة غير إن الفساد يستشري وتذهب البنفيت أو المكاسب أو البطولات أو أي حاجة في التوجه لمن لا يستحق، فيشعر من يستحق بالإحباط وعدم العدالة. التوجه نحو محاربة الفساد الرياضي، أنت لو تفتكر من زمان وإحنا بنقول إيه يا جماعة، الشفافية المالية، الاتحاد الدولي عندما رفع معيار السلامة المالية والشفافية المالية ما كانش يرفعه كده هباء، كان ده عقاب أكبر فضيحة على مستوى العالم أسفرت عن الإطاحة بقيادات ما كان أحد يتخيل أن ينالها التحقيق من أول بلاتر وانت نازل. صحيح. النهاردة الاتحاد الإفريقي نفس التوجه، وللأسف الشديد عندما يتصدى أحد لمكافحة الفساد يناله من التشويه عمرو فهمي الله يرحمه رحمة الله عليه واللي اتقال عليه وبعدين تنصفه الأيام. هو يعني لما نقول حربوا الفساد، هو ايه المشكله ان نضع المعايير؟ اخطر شيء في الفساد الرياضي، في الفساد على مستوى العالم، غسيل الاموال. غسيل الاموال ده عباره عن اموال غير شرعيه بتضخ في العمل ده، بتضخ في وجهه شرعيه. يعني انا اجي لك فلوس المخدرات، الدوله لما تضيق على غسيل الاموال انا عايز اشوف حته احطها فيها. مفيش احسن من الرياضه. النهارده عقد اللاعب بره تخطى ال 100 مليون يورو واسترليني ودولار، يبقى النهارده لما احط فلوسي الدولار ب 60 سنت او 50 سنت والباقي اللي بياخده عشان يغسل الاموال بياخد ده مكاسب بكل المقاييس، هي مال فاسد، مال حرام.